6 بتوقيت القاهره نقابل حضراتكم كل يوم على شاشه النادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم جماهير النادي الاهلي العظيمه الحقيقه. وبمناسبه وقبل ما ادخل في تفاصيل الحلقه النهارده حصل موقف لطيف كده خليني احكيه لحضراتكم لانه بيعكس قد ايه حاله الحب وحاله الانتماء عند النادي الاهلي عند جماهير النادي الاهلي للنادي اللي الحقيقه بقى جزء من كيان كل واحد فينا، يعني تعتبره كده كانه واحد من عيلتك واحد من اصحابك وخصوصا لما يبقى عشره العمر دي سنين طويله جدا. النهارده الحقيقه قابلت كتير من جماهير النادي الاهلي كنت باخد الجرعه بتاعه التطعيم. فطبعا الدنيا زحمه وناس كتير جدا وقفت، ناس بتتكلم معايا على الصفقات وناس بتتكلم عليا على مستر موسيماني وعلى الموسم اللي جاي الصعب وعلى البطولات اللي الاهلي هياخدها. وواحد من الناس المحترمه الحقيقه اللي قابلته مهندس محمد عثمان، جه يعرفني بنفسه ووقف معايا يتكلم شويه، قال لي انا نفسي انك انت توصل رساله على لساني لجمهور النادي الاهلي من خلال البرنامج بتاعك. قلت له طبعا اهلا وسهلا اتفضل. المهم قال لي ابتدى معايا الكلام بحكايته مع النادي الاهلي، الحكايه ابتدت من سنه 66 كان في سنه رابعه على حد طبعا القصه والحكايه اللي حكاها لي، وكان مروح هو واصحابه مع بعض من المدرسه، فاصحابه بيسالوه هتشجع مين النهارده؟ قال لهم اشجع مين في ايه؟ فقال لهم قالوا له النهارده نهائي كاس مصر بين الاهلي وبين الترسانه. فراح سالهم انتوا هتشجعوا ايه؟ قالوا له هنشجع الاهلي طبعا. قال لهم خلاص انا كمان هشجع الاهلي. المهم فقال رحت البيت وتاني يوم فقلت له سالته بشكل تلقائي يعني اتفرجت على الماتش؟ قال لي لا ما كانش عندنا تلفزيون. لكن تاني يوم في المدرسه انا اللي كنت بقرا الصحافه المدرسيه. فطلعت وقريت واحد من الاخبار ان الاهلي يفوز ويتوج بكاس مصر. ومن هنا ومن اليوم ده كان قرار ان انا اشجع النادي الاهلي، واستمرت العلاقه دي واستمر ارتباطي بالنادي الاهلي لسنين عمري كلها، ومفيش مباراه للاهلي ما شفتهاش او ما تابعتهاش. لكن طول عمرنا وده المهم في الحكايه اللي انا عايز اتكلم فيها، لان جمهور الاهلي القصه دي نورت في دماغي حاجات كتير قوي. قال لي انه انا عايز اقول لجمهور النادي الاهلي انه احنا طبعا طول عمرنا اتعودنا نحب فرقتنا في كل الظروف، وفي اوقات صعبه كتير مش كتير قوي يعني بتعدي علينا، ممكن الفريق بيجدد دمه وممكن تضيع مننا بطوله هنا تضيع مننا بطوله هناك، لكن طول عمرنا كنا واقفين في ظهر الفرق. الحاله الوحيده اللي بتزعلنا او تخلينا متضايقين مش قصه ان احنا نخسر بطوله، قصه ان احنا ما نحسش انه في التزام وفي اجتهاد. المطلوب من لاعبتنا والمطلوب من فرقنا في كل الالعاب ان هم يوصلوا لنا الاحساس ده، ان هم بذلوا اقصى ما في وسعهم، عملوا اكتر مجهود يقدروا عليه، وكان الالتزام عندهم موجود جوه الملعب وموجود كمان بره الملعب. غير كده كله بتاع ربنا والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. لو حسينا في يوم من الايام ان في بطوله ضاعت مننا وبس في نفس الوقت الرجاله عملت اللي عليها عمرنا ابدا ما بنزعل. وهنا الحقيقه نورت في دماغي الفكره ان جمهور النادي الاهلي يمكن على مستوى العالم ما نكونش عندنا احسن لعيبه، ويمكن على مستوى العالم ما نكونش نادي عنده امكانيات عظيمه جدا، لكن حبنا لنجومنا يفوق اي اسم مهما بلغت مكانته ومهما بلغت مهارته. وارتباطنا بفرقتنا مش مرتبط بس بتحقيق بطولات، لان احنا يمكن اكتر جمهور على مستوى العالم شبعان بطولات. قارن الاهلي بمعظم الانديه الكبيره جدا، هتحطه في مقارنه مع مانشستر يونايتد هتلاقي انه معظم الفرق وحتى الفرق الكبيره منها اللي عندها امكانيات وعندها تاريخ وعندها شعبيه كبيره جدا بتنور لسنين وممكن سنين طويله، لكن بتطفي لسنين اطول. واديك مثال بده مانشستر يونايتد اللي كان مكسر الدنيا مش بس في انجلترا وكمان في اوروبا. فين مانشستر يونايتد من 10 سنين؟ انترناسيونالي واي سي ميلان جبابره ايطاليا في بطولات اوروبا كلها، فين من 10 سنين؟ البارسا اللي يبدو انه دخل في نفق مظلم، برشلونه اللي كان يعني ملء السمع والبصر، اكبر واحد من اكبر انديه شعبيه في العالم، يبدو انه كمان هيعاني لسنوات طويله جدا، وغيرها 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 من الحكايات، لكن ده ما حصلش مع جمهور النادي الاهلي على مدار مشواره. ما تقدرش تقول ان في فتره طويله عدت على النادي الاهلي من غير ما يحقق لقب هنا او لقب هناك. عشان كده بقول احساس الغنى ده اللي موجود عند جمهور النادي الاهلي نعمه كبيره جدا، والجمهور الحقيقه حاسس بيها ومقدرها.